خلينا بقى نبدأ مع حضراتكم. أكيد بداية الكلام لازم هنتكلم عن منتخب مصر، وعندنا ودية مهمة جدا مع بلجيكا، واللي هتكون خلاص خلال طبعا فترة التوقف الحالية هتكون يوم الجمعة اللي جاية، واعتقد مباراة فيها كلام كتير جدا يتقال. طبعا زي ما حضراتكم برضو عارفين هي في دولة الكويت، وهتقام بكامل هنا النجوم المحترفين للمنتخب البلجيكي. وعايزين برضو نأكد المنتخب البلجيكي من المنتخبات المصنفة، يعني انت بتلاعب منتخب تقيل جدا 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 كمان مرة. الامر برضو الاخر بالنسبة للمنتخب الوطني او منتخبنا الوطني، برضو احنا هنلعب بكامل نجومنا. طيب انا عايز اقول هنا حاجة برضو ونتكلم عن التفنيد كده للمباراة يا كريم بشكل كبير او بشكل اكثر تفصيلا من كذا زاوية. اولا احنا عايزين نتكلم عن فكرة هنا يعني الجهاز الفني للمنتخب، منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا. لو هنحلل شوية أداء هذا الرجل ونتكلم إن ده ربما ناس كتيرة جدا بتبتدي يا كريم تقول لك أنا هبدأ أقيم روي فيتوريا من هذه المباراة. يعني ناس كتير تاني قالت لك أنا الفترة اللي فاتت أنا ما أقدرش إن أنا أحط أبدا فيتوريا تحت الاختبار، لسه الراجل بيتعرف على اللعيبة، لسه اللعيبة بتتعرف عليه، لسه الجماهير بتفهمه، لسه هو بيفهم طبيعة الجماهير و إلى آخره. لكن هذه الودية ربما دي الودية أو هذه المباراة الأولى اللي نقدر نقول هو أول اختبار مهم فعلا لروي فيتوريا، لأن بعد كده طبعا هو من بعد ما تولى المهام هو لعب زي ما احنا عارفين ماتشين، كانت النيجر والايبيريا وكسبناهم، كانوا وديتين أكثر من رائعين بصراحة، شفنا أداء بس برضو ما نقدرش كنا نحكم عليه خالص، بس شفنا مستوى جميل جدا. وبعد كده رحنا يعني وعندنا قلنا يا جماعة اصبروا يا جماعة شوفوا الدنيا هتمشي معانا لغاية فين. جه بعد كده برضو احنا عن منتخب مصر يا كريم هتلاقي برضو إن عدى علينا ظروف سيئة جدا، عدى عليك كذا مدير فني، عدى عليك آخرهم يمكن كابتن إيهاب جلال المدير الفني، واللي تم طبعا تمت إقالته يعني بشكل برضو ما كانش ألطف حاجة. لكن فيتوريا لما تولى المهمة بعد كده وكان الحقيقة حريص جدا على متابعة كل كبيرة وصغيرة في الكرة المصرية، وبرغم كمان بعض التحفظات من وجهة نظري على اختيار يمكن المعسكر الأخير اللي احنا بنتكلم عليه يعني، وأبرزها برضو عدم ضم كريم فؤاد، وقلنا الكلام ده انا وانت الاسبوع اللي فات، وقلنا طب هو ليه كريم فؤاد ما انضمش، لكن هو برر عدم ضم كريم فؤاد في العموم ان هو حريص على متابعه على كل حال كل المباريات، وان هو بيدي فرص لكل اللعيبه، وفي الاخر هيبتدي يقرر. يعني زي ما بيتقال كده كريم هو عايز يجرب كل اللعيبه اللي عنده، اعتقد ده شيء برضو مقبول. يعني ما ينفعش نيجي نقول هو انت ليه ما بتضمش فلان، احنا لنا ان احنا نتمنى ضم لعيبه تقيله لمنتخب مصر، منتخب مصر في حاجه لاي كادر يعني ناجح او صاعد ناجح. لكن في الاول وفي الاخر روي فيتوريا اكيد ليه وجهه نظر، وهنرجع نقول تاني الراجل بيجرب، الراجل بيشوف، الراجل بيتعرف على كل اللعيبه، وده برده امر انا شايفاه مش غلط بصراحه. عموما هو زي ما انت قلتي في مقدمه كلامك يا هواند، يعني نقدر نقول ان الماتشين اللي فاتوا يعني مش هيتحسبوا قوي من مطارد ان انت بتلعبي منتخبات برده من الدرجه هنقول الثالثه الرابعه، وطبعا ليهم كامل الاحترام. لكن في ناس كتير جدا متفقه مع كلامك في حته ان المحك الرئيسي اللي بناء عليه او اللي بموجبه نقدر نبتدي نحكم على فيتوريا وعلى انعكاسات وجوده هو الماتش بتاع بلجيكا، وماتش مهم لاسباب كتير على فكره.